شكرا. مشكورين. مشاهدينا طبعا نرد نعيدنا اليوم الكل راح يحتفل بالحب اللي كنا أهل البحرين لأهل دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه دعوة لكل مواطنين مملكة البحرين بالاحتفال وتقديم له شيء بسيط لإخواننا بدولة الإمارات العربية المتحدة على الدعم وحبهم الكبير لنا. وضمن الخطة اللي تنتهجها المؤسسة العامة للشباب والرياضة في فقرتنا القادمة لتطوير القطاع الرياضي والاهتمام بالشباب والرياضيين في مملكة البحرين تندرج العديد من المشاريع الشبابية، أهمها يمكن مشروع مدينة عيسى الرياضية ومشروع مدينة خليفة الرياضية، المنشآت الجديدة للمدينتين. فيها التقرير مع الزميلة فرح الحسيني. بالنسبة للتوسيع حق مدينة عيسى الرياضية اللي بتصير، الأشياء المفترض أن تستوي، أولاً بتصير تجديد حق المبنى نفسه، هذا القديم اللي احنا فيه، الاستاد نفسه. فابتدينا بالمراحل الأولية الآن اللي ابتدينا فيها اللي هي السكور بورد، لوحة النتائج. عندنا بعد فيها بمرحلة يعني توسعة مدينة عيسى لتغيير السيتس، الكراسي هذه كلها بتبدل اللي عندنا في الاستاد، كلها بتصير بصور جديدة. طبعاً الآن إحنا عند الصالات الثلاثة اللي هي الجزء الأول من مدينة عيسى الرياضية. طبعاً هاي ثلاث صالات توزع، صالة الأولية من ذي الجهة تكون صالة المعوقين، وصالة التنس، وصالة الطائرة. إحنا الآن في صالة التنس، تنس الطاولة. يمكن تلاحظون اللون، يعني الصالات كل واحدة لها بلونها، مع أساسها الآن التشطيبات النهائية حق التسليم. فكل شيء جاهز، الإنارة جاهزة، السكوربورد جاهز، تشغيل المفروض التكييف اليوم يبتدون تشغيل التكييف، ونكون على كذي جاهزين من هذا المنطقة. والآن نطلع للصالات الثانية. إحنا الآن طبعاً في الصالة الثانية أو الصالة الوسطية، وهي صالة الطائرة. طبعا احنا الان في مدينه خليفه الرياضيه. مدينه خليفه الرياضيه تحتوي على ثلاث مجمعات رياضيه، اولها الاستاد الرياضي اللي احنا فيه الحين، والمدرجات اللي ورانا طبعا هي الاستاد يشيل حاليا 3200 متفرج. طبعا احنا الان في الصالة الرياضية نسميها، أو صالة متعددة الأغراض أو اللعبات. هذه الصالة تشيل حوالي 3500 متفرج. مجمع السباحة طبعا يحتوي على حمامين أو بركتين سباحة. البركة الأولمبية طولها 50 متر 8 حارات، والعمق متر فاصلة 8. وعندنا الحمام الغطس العميق طوله 25 متر والعمق 5 أمتار. ومن بعد هذه تقرير نستضيف اليوم الأستاذ عبد الرحمن عسكر، مدير عام الشباب والرياضة بالمؤسسة العامة. صباح الخير، ونحب نبارك لك أيضا اليوم على المنصب. صباح النور، ومشكورين على الاستضافة، مشكورين على التهنئة، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن المسؤولين إن شاء الله. وحبيت أتقدم جزيل الشكر والعرفان لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على ثقته بتعييني مدير عام الشباب والرياضة، وإن شاء الله نكون قد المسؤولية. لا قد هو قدود إن شاء الله. يمكن شفنا أستاذ صالات من خلال هذه التقرير، والكثير من الناس الصراحة ينتظرون افتتاحها ويسألون عن الافتتاح، فمتى إن شاء الله راح يكون افتتاح هالصالات والملاعب اللي راح تخدم أكيد الرياضة بشكل كبير؟ أكيد. طبعا هذه المشاريع مشاريع مدن رياضية وموزعة على مراحل، وتشرف عليه وزارة الإسكان، وزارة الأشغال على إنشائها. نعم. وهي مربوطة بفترات زمنية
طبعا الوزارة هي أدرى بالمواعيد، إلا أن خلال اجتماعاتنا معهم الدورية واهتمام سعادة وزير الأشغال بهذه المنشآت تبين بأن أغلب المنشآت خلينا نقول مدينة الشيخ خليفة جاهزة تقريبا 99% منها، فقط ننتظر احنا أرسلنا للديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وإن شاء الله بس تحديد الموعد ونتشرف جميعا بحضور المبارك ونفتتح المدينة. المدينة طبعا مثل ما قال التقرير مدينة راقية، يمكن هي أول مدينة في البحرين وتحمل اسم عزيز وقالي علينا، وإن شاء الله يكون افتتاحها لائق. ومدينة الأخرى هي مدينة الشيخ عيسى اللي بدينا الفيس 1 هي 3 صالات، يمكن فيس 2 بنبدأ الآن، الأخوان في وزارة الأشغال مو مقصرين وأعدوا الدراسة، بنبدأ بصيانة استاد البحرين الوطني وإنشاء مجمع لألعاب القوى. ألعاب القوى أنتوا عارفين هي لعبة من اللعبات اللي قاعدة تنجز البحرين، فالاهتمام بها أكيد راح يزيد. فمبنى الاتحاد ومضمار خاص بهم وأيضا مركز للمعسكرات هذا بيكون، وتوسيع المواقف في السيارات هاي بيكون إن شاء الله المرحلة الثانية حق مدينة الشيخ عيسى. يعني نتوقع أن الصالات بيكونون جاهزين شبه جاهزين هما، وإن شاء الله راح نستخدمهم حق دورة الألعاب الخليجية في أكتوبر إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله أتوقع راح تنتعش الرياضة في البحرين أكثر خلال الفترة القادمة. لو نتكلم أيضا عن المشاريع اللي تم إنجازها من قبل المؤسسة خلال العام الماضي أيضا خلال العام الحالي، شنو أبرز المشاريع غير الصالات والملاعب؟ طبعا في مشاريع هي سلسلة مشاريع بدأت من 10 سنوات منذ تولي حضرة صاحب الجلالة وليد الحكم. نعم، هناك توجيهات باهتمام بالشباب ورعايتهم وتوفير البنية التحتية لهم. طبعا بدون البنية التحتية صعب أنها تهتم يعني سواء كان برامج شبابية أو رياضية. فهناك ساحات شعبية تم إنشاءها في كثير من قرى البحرين وتم افتتاحها يمكن تفوق 8 ساحات شعبية، وأيضا هناك أندية نموذجية تشرفنا بحضور سمو الأمير ولي العهد بافتتاح نادي الرفاع ونادي الشباب. الان ان شاء الله احنا جاهزين حق نادي ستر النموذجي وايضا نادي النجم النموذجي، هذه انديه نموذجيه بمعنى الكلمه فيها جميع مقومات النادي اللي فعلا راح يساهم في تطوير الحركه الرياضيه واستقطاب الشباب يعني في مثل هذه الانديه. خلينا نقول الكبيره راح تكون في صيانه وبنى تحتيه لهذه المنشات. ايضا يمكن هي التوجه الحالي بأن تكون في صيانة دورية مش صيانة عاجلة، يعني احنا كنا نعاني سابقا يصير شيء بالضبط. يمكن إذا لاحظتوا في مجلس المناقصات نزلنا مناقصة حق إدارة وصيانة مدينة خليفة، الآن التوجه عشان احنا نحافظ على منشآتنا أن لابد أن يكون لها إدارة ويكون لها صيانة فعلا مناسبة عشان نحافظ عليها. فإن شاء الله بإذن الله تعالى هذه اللي راح يكون في الفترة القادمة. أيضا عندنا ملاعب كرة القدم يمكن فوق 15 ملعب لكرة القدم تم إنشاؤها. هناك ملاعب صغيرة في الأحياء يمكن هي القصد منها أن تخلي الشباب يمارسون الرياضة. أيضا عندنا صالات في الأندية يعني يمكن أكثر من 20 صالة إلى الآن تم افتتاحها. فالمشاريع لله الحمد كثيرة، والقادم خلال الخطة هذه 2011 و2012 أيضا في مباني لأندية وفي إن شاء الله ساحات شعبية وفي إن شاء الله ملاعب قادمة. يعني ما شاء الله مشاريع كثيرة، كيف يمكن تجري المتابعة لضمان حسن سير وتنفيذ خطط التنفيذ؟ شلون هي آلية المتابعة؟ والله يعني توجيهات الحكومة الرشيدة بأن المشاريع الكبيرة هي المدن الرياضية تتولاها وزارة الأشغال مشكورة. نعم، وإحنا نكون معاهم كأند يوزرز يعني. والمشاريع الصغيرة اللي تكون فيها في الأندية الوطنية من ساحات من ملاعب من صالات تشرف عليها في إدارة مختصة في المؤسسة، إدارة المشاريع. فهي هذه الإدارة هي تعنى فيها مجموعة من المهندسين الأكفاء وبتوجيهات سعادة الرئيس، فاحنا قد ما نقدر يعني متابعين وهذه دورنا. يعني احنا اليوم نقول الرياضه والشباب
يعني احنا عندنا يمكن شريحة كبيرة من المجتمع، فاحنا يعني مسخرين الجهد والوقت سواء احنا كمسؤولين والله كموظفين، جزاهم الله خير ما مقصرين، تعاون الأندية، فتلقى الكل مساهم ولله الحمد ما عندنا عين واقص. يمكن في تأخير بعض المشاريع وهذه أمور راجعة للمقاولين والأحداث اللي صارت، يمكن الاقتصادية اللي مرت بها كل الدول من فترة، هذه يمكن شوي أثرت في تأخير بعض المشاريع. إلا أن المتابعة مستمرة وهذه واجب، وإن شاء الله نكون قد المسؤولية سواء كان رئيس المؤسسة ولا احنا ولا كل العاملين والأندية والمراكز الشبابية، مو مقصرين، وانتم مو مقصرين بعد. الله يسلمك. رياضيا استاذ عبد الرحمن، كيف راح يتم تصنيف البحرين بعد الانتهاء من هذه المشاريع المنشآت اللي قاعد تخططون لها وايضا تشتغلون فيها حاليا؟ والله الشيء الجيد بان اللجنة الأولمبية البحرينية هي المهتمة طبعا بالاتحادات الرياضية او المسؤولة عنهم، بدأت تستضيف بطولات، يعني بطولة الشاطئية الأولى، الآن بطولة دولة الألعاب الخليجية الأولى، هذه لأن في بنية تحتية مناسبة الآن ترتقي باستضافة الأخوة الخليجيين، وأنهم ممكن يمارسون الألعاب حسب المواصفات الدولية والمعايير، فبدينا الآن للحم بالاستضافات، والقادم إن شاء الله راح يكون بعد ما تجهز المدن بنكون جاهزين حتى على مستوى الدولي. متى تتوقع مملكة البحرين تكون جاهزة لاستقبال بطولات كبيرة ودولية؟ والله احنا يعني إذا جينا على مختلف الألعاب نيين كرة القدم جاهزين، يمكن بدنا نطور في منشآتنا، والمنشآت الجديدة ما بدنا يعني ما قمنا نصمم احنا مثلا شنبي وين وصلت الدول، يعني عندنا دول مجاورة ما شاء الله عليها قطعت شوط وبدأت تستضيف أحداث عالمية، فهم وين وصلوا بدينا احنا نكمل. يعني مثلا أعطيك مثال على مدينة الشيخ خليفة، الإنارة، الاتحاد الدولي لكرة القدم عنده 5 مستويات لاعتماد الإنارة، فاحنا لله الحمد وصلنا الآن المستوى الرابع في اعتماد الإنارة، يعني ملاعبنا إن شاء الله بتكون جاهزة وتقدر تستضيف جميع الأحداث إن شاء الله الدولية، فقارية ولا دولية، كفاءات موجودة ومنشآت إن شاء الله موجودة، وأنتوا أيضا كإدارة وإعلام ما شاء الله متميز، الإعلام دائما معاكم يعني ويدعم هذه المشاريع. صحيح. أكيد. صحيح. من أجل الوطن. يعطيكم العافية أستاذ عبد الرحمن عسكر مدير عام شباب الرياضة على حضورك، بالتوفيق إن شاء الله. مشكورين. شكرا لك. مشاهدينا ننتقل وياكم لوقفة.